فينضم إلينا أحمد زمراد وهو رئيس تحرير مؤسسة النمسا اي جي ميديا، معنا هو من النمسا. مرحبا بك أستاذ أحمد. ويعني نحتاج لمعلومات تفصيلية أكثر عن هذا الموضوع، خبر اختفاء هؤلاء الأطفال، أين اختفوا ومن المتهم؟ نعم، تحياتي لك ولجميع مشاهدين قناة سوريا تي في، وأحب بداية يعني أن نهنئ الشعب السوري في بحلول شهر رمضان المبارك، عاد الله علينا وعليكم. صراحة هذا الموضوع يعني موضوع من المواضيع الخطيرة جدا التي يعني لا تخضع دائما بتغطية إعلامية حقيقية ولا تكون المعلومات فيها واضحة. يعني الموضوع خرج بالصدفة بعد مساءلة من برلمانية في الحزب الليبرالي النيوز ليزا فولف شتيفانك كريسبر، هي هي عضو برلمانيه في حزب النيوز، تسال اين هؤلاء الاطفال. فكانت النتيجه كما قال وزير الداخليه السيد جيرهارد كارنر ان الارقام التي اعلن عنها وقرابه اكثر من 4000 شخص غير معروف اين ذهبوا او اين يعني وصلت بهم النقطه الاخيره. كما قال المصدر الذي تفضلتم به وقمنا نحن يعني محاولة التقصي عن الخبر، هو عبارة عن سؤال برلماني وقام وزير الداخلية بالإجابة بأن هؤلاء الأطفال القُصّر ليس لهم حضانة قانونية يستطيع أي أحد من أقربائهم يعني أن يقوم باحتضانهم أو يقوم مثلا برعايتهم، ولذلك هم في حكم المفقودين. وبرر بذلك أنهم هم ذهبوا إلى دول أوروبية أخرى على أساس أن يعني يوجد لهم أقرباء وأهل آخرين موجودين في دول أوروبية أخرى. طب هن عندما قدموا إلى النمسا هم وقعوا على أوراق لجوء ويعني تم معاملتهم معاملة اللاجئين الذين وصلوا إلى النمسا، هل هناك أي معلومات وتفاصيل أخرى عنهم عند وصولهم إلى النمسا؟ هل قدموا من دون ذويهم؟ هل قدموا بمفردهم؟ يعني سمعنا عن حالات كثير من الأطفال قدموا من دون ذويهم يعني من أجل موضوع لم الشمل كونهم أطفال يعني. نعم هؤلاء الأطفال كما تفضلت هم فعليا قدموا بدون ذويهم، لأنه لو كانوا مع ذويهم أصلا لم يكونوا ضمن عداد المفقودين وكانوا ضمن أسرهم. يعني خاصة بالفترة الأخيرة يعني الثلاث سنوات الأخيرة جميعنا نعلم أن الوصول إلى أوروبا كان يعني حكرا على الأفراد، يعني الأب الأم بعض أفراد الأسرة. العائلات التي كنا نشاهدها في بين عامي 2015 إلى 2016 كنا نشاهد يعني آلاف من العائلات التي تعبر الحدود، وكانت يعني الحدود مفتوحة لو نذكر في ذلك الوقت يعني ابتداء من تركيا فاليونان عبورا بكل دول الخط التي تصل إلى هنغاريا فالنمسا ألمانيا وإلى الشمال الإسكندنافي. ولكن هؤلاء الأشخاص باعتبار أنه تم إحصائهم فهم بشكل أو بآخر أو بآلية أو بأخرى إذا دخلوا ضمن آليات أو ضمن جداول وزارة الداخلية النمساوية. وهنا حتما يطرح السؤال أين ذهبوا هؤلاء الأطفال وتحت أعين من ذهبوا باعتبار تم إحصائهم. هذا السؤال الذي يجب أن يطرح، ولكن مع الأسف الشديد في النمسا يعني المنظمات يعني العربية إلى بشكل أو بآخر أو السياسيين العربيين اللي هم فعليا بحكم الغير موجود لا يستطيعون فعليا البحث غير موجودين يعني فعليا لا يوجد تمثيل حقيقي بالبرلمان. مثلا البرلمان النمساوي أبدا لا يوجد تمثيل حقيقي، يعني لولا السيدة شتيفان كريسبر من حزب النيوز، وأنا سأحاول التواصل معها للحصول على معلومات أكثر وأدق حول هذا الموضوع ونحاول أن نستمر بهذا التحقيق. لأن يوجد مع الأسف نعم لأن سيدتي الكريمة يوجد يعني في الفترات الأخيرة جميعنا شاهدنا بعض القصص بغض النظر مدى صحتها التي شاهدناها في السويد، مصادرة الأطفال بغض النظر مدى الصحة ومدى والأعداد الحقيقية التي حصلت. مع الأسف يوجد بعض التقارير التي إنفوغرات يعني تحاول متابعتها بشكل يعني مستمر، ولكن لا نستطيع أن نؤكد أو ننفي أن هؤلاء الأطفال يتم أخذهم ويتم يعني إعطائهم لعائلات بأمور يعني كما يقال عنا في أشلامي من تحت الطاولة. طب أستاذ أحمد، في البداية ذكرت أنهم قد يكونوا خرجوا من النمسا وبالتالي هم في دول أوروبية أخرى، ألا يوجد طريقة لكشف البيانات أو للبحث عن هؤلاء الأطفال كونها بدول الاتحاد الأوروبي؟ يعني يجب أن يكون هناك ربما سيستم واحد أو نظام واحد. لا أدري يعني إن كان هناك هذه الآلية.
ما يا سيدتي الكريمة، هنا يبدأ عندما نبدأ نحن بخط المعلومات. من الذي هو أحصى هؤلاء 5777 طفلا؟ على سبيل المثال النمسا أحصتهم من على الحدود التي عبروا من خلالها. جميل جدا، إذا يوجد عندنا على الأقل أسماء، تاريخ ميلاد، صورة، يعني هذا التوثيق حتما موجود. فيجب مقارنة هذه المعلومات مع باقي معلومات دول الاتحاد الأوروبي، وهذا الموضوع حتما يحتاج يعني إلى تحقيق، وإلى تحقيق إن كان تحقيق صحفي أو إن كان تحقيق برلماني أو إن كان تحقيق من منظمات الNGO الغير الحكومية، حتى نستطيع أن نصل لهذه الأرقام. أما مع الأسف الشديد يعني نقولها صراحة، يعني يوجد نوع من النوع اللا اكتراث في يعني قضايا اللاجئين من المشرق العربي، من سوريا، من العراق، من هذه المناطق يعني المنكوبة بهذه الأنظمة. طيب أستاذ أحمد، إذا موجودة فيها نعم. يعني للأسف وقتنا انتهى، ولكن أكيد كما ذكرت قبل قليل نحتاج منك كما ذكرت للتواصل مع الحكومة النمساوية والمعنيين بهذا الموضوع لمعرفة تفاصيل أوفى، وسنتابعها أكيد في النشرات القادمة. شكرا جزيلا لك أحمد مراد، رئيس تحرير مؤسسة النمسا AG ميديا من النمسا، كنت معي، شكرا لك.